مرحبا بكم في المحاضرة 14 من دورة الرفد المعمارية 2017. معكم مهندس سامي برهاني. هذه الدورة مقدمة برعاية مكتب سامي برهاني لتقنية هندسة العمارة، سامي برهاني for Architecture Engineering Technology Office. سنقوم بنسخ لكشر 30 وتحويل الاسم إلى لكشر 14 كالعادة، ومن ثم فتح لكشر 14. بعد فتح الملف نقوم بالتدوير نقوم بالتدوير هكذا. إلى على عليا، لاحظ معي أن هنالك فراغ هنا عبارة عن 40 سنت، هنا المسوب 60 سنت، ومن هنا صفر، وهنا 20 سنت، إذا المتبقي 40 سنت. ولحل هذه الإشكالية نقوم بالذهاب إلى جراوند فلور، من ثم نقوم بتحديده، تحديد أرضيته، ومن ثم عمل كوبي لها من هنا، ومن ثم إرجاعها إلى مكانها إلى هنا. بعد ذلك نقوم بفتح 3D، نقوم بالتحديد، ومن ثم عمل الهايت اوفست بوين 40، ومن ثم ابلاي، ومن ثم نقوم بالدخول الى ايديت تايب، ومن ثم ايديت، نقوم بعمل السماكة ايضا بوين 40، وسيتم الفراغ اسفل ارضية الطابق الارضي. لاحظ معي، بعد ذلك سنقوم بالذهاب الى الفيرست فلور، ومن ثم نسقه هكذا، أو يمكن قبل النسخ بتحديد أي محور، من ثم رايت كليك، من ثم تحديد select all instance بدبليو فيو، من ثم اتش اتش للإخفاء. بعد ذلك نقوم بتحديد الكل هكذا، من ثم عمل كنترول سي أو كوبي من هنا. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى second floor هنا، ونقوم بعمل كنترول في هكذا، يمكن وضعه في الخارج هكذا، من ثم بعد ذلك نقوم بموف بتحريكه إلى مكانه الصحيح. ولكن قبل ذلك سأقوم بمسحه، من ثم كانسل، نقوم بالرجوع إلى الفيرست فلور، نقوم بعمل من هنا reset temporary hide isolate. بعد ذلك نقوم بعمل أرضية الطابق الأول، والعمل أرضية الطابق الأول ستكون منسوبة صفر بالنسبة لمستوى هذا الطابق، وسماكتها بين 20. سنذهب إلى architecture، ومن ثم floor، ولكن floor architectural، من ثم نقوم بعمل pick هنا، بيك لاينز أو بيك وولز. سنقوم بعمل بيك لاينز، نحدد هذا الخط ومعه أيضا هذا الخط وأيضا هذا الخط وهنا أيضا وهذا أيضا وهنا هكذا. بعد ذلك نقوم بعمل تريم من هنا إلى هنا هكذا، ومن ثم من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، إلى هنا، ومن ثم عمل edit finish edit mode. هنالك خط بومات، سنقوم بعمل create sketching، عفوا نقوم بعمل، لاحظ معي هنا، سنقوم بعمل trim من هنا إلى هنا، ثم finish edit mode
نقوم بالكونتينيو، كانسل، نقوم بمسح هذا الخط ثم ديليت. لاحظ معي هذه هي المشكلة، هنالك خطين، نقوم بعمل تريم من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، من ثم فينيش إديت مود. تم عمل أرضية الطابق الأرضي، ولتحديد الأرضية نقوم بعمل select all، من ثم من فلتر نقوم بعمل check none، من ثم نقوم بتحديد floors ثم apply okay، من ثم نقوم بتغيير المسلوب إلى صفر، من ثم edit type نقوم بعمل edit، من ثم السماكة 20 هي سماكة سقفة، من ثم apply okay. سأقوم بفتح 3D. لاحظ معي تم عمل أرضية الطابق الأول. بعد ذلك نذهب إلى الفيرست فلور، ومن ثم تحديد أي محور، من ثم رايت كليك سيلكت أول انستنس فيزبل ان فيو، من ثم اتش اتش للإخفاء، من ثم تحديد كامل فيرست فلور، من ثم كنترول سي أو من هنا كوبي. نقوم بالذهاب إلى السكند فلور، من ثم عمل كنترول في، ومن ثم وضعه في الخارج هكذا. بعد ذلك نحدده، من ثم بموف نقوم بأخذ نقطة، هذه النقطة، ووضعها. قبل ذلك نقوم بعمل كانسل هكذا، كانسل عفوا، نقوم بالذهاب إلى هنا رينج بيز، نقوم بعمل فيرس فلور أبلاي، سيتم إظهار الطابق السفلي. بعد ذلك نقوم بعمل كنترول في، من ثم وضعه في الخارج، من ثم بموف نقوم بتحديد نقطة معلومة، هذه النقطة، من ثم وضعها هنا هكذا. بعد ذلك نقوم بعمل فينيش، من ثم اوكي. الآن يمكن حل مشكلة الأعمدة بنفس الطريقة السابقة، وهي من الـ VV Columns، نقوم بإعطائها لون أسود أو Solid Fill أوكي، ثم الذهاب إلى Walls، من ثم زيادة Transparency إلى 100%، ثم أوكي، من ثم Apply، من ثم أوكي. لاحظ معي تم ظهور الأعمدة ب سوليد فيل أسود. الآن لنذهب إلى 3D. لاحظ معي تم عمل تكرار للطابق الأول بنجاح بكل عناصره. الآن سنقوم بعمل تحديد لكامل الطابق الثاني، ومن ثم فلتر تشيك نان، من ثم فلورز فقط أبلاي أوكي. نقوم بعمل كنترول سي، من ثم الذهاب إلى رو فلور، من ثم من هنا نقوم بإظهار الطابق السفلي، وذلك من رينج بيز، من ثم اختيار الطابق الثاني تحت الروف مباشرة، من ثم أبلاي. لاحظ ما يتم إظهار الروف الطابق الثاني عفوا. بعد ذلك نقوم بعمل كنترول في، من ثم وضع الإسلابة في الخارج هكذا أو الفلور، نسوم بموف نقوم بأخذ أي نقطة معلومة ووضعها في مكانها الصحيح هكذا، من ثم فينيش، نقوم بفتح 3D. لاحظ معي تم عمل هنالك ملحوظة بسيطة، سأقوم بعمل فتحة لبئر السلم، وذلك بالذهاب إلى الروف فلور، من ثم تحديد كامل الروف، من ثم فلتر، نقوم بعمل تشيك نان، فلورز، لاي، اوكي. سنقوم بعمل ايديت باوندر للتعديل عليها، من ثم رصد
فرع سليم سيكون من هنا إلى هنا وهنا أيضا إلى أعلى. يجب حذف هذه المنطقة من الفلورز. بعد ذلك نقوم بعمل سبليت لتقسيم هذا الإيدج أو الطرف. بعد ذلك نقوم بعمل تريم، نقوم بعمل من هنا إلى هنا وأيضا من هنا إلى هنا، من ثم فينيش إيديت مود. بعد ذلك سأقوم بنسخ هذا الفلور كنترول سي، من ثم ذهب إلى سكند فلور تحديد كامل الفلور كامل الطابق، ومن ثم أو يمكن فتح 3D وتحديد الفلور هكذا، ومن ثم ديليت وأيضا هنا تحديده، من ثم ديليت. نذهب إلى الفيرست فلور، نقوم بعمل كنترول في في الخارج، من ثم تحديده، ثم تحديد نقطة من هنا إلى هنا. بعد ذلك نذهب إلى السكند فلور وأعمل كنترول في أيضا في الخارج، من ثم من هنا نموف نحدد نقطة معلومة ونضعها في مكانها هكذا، من ثم فينيش. بعد ذلك نقوم بفتح 3D. تم عمل جميع الفلورز، لاحظ معي تم عمل فتح هذا حائط الطابق الثاني. بعد ذلك نذهب إلى الروف فلور ونقوم بالتالي، نقوم ب architecture tab. نذهب إلى architecture tab من ثم wall، نقوم بعمل ارتفاعات 1.20 متر لحوائط الروف الخارجية، من ثم wall center. بعد ذلك نقوم بدخول إلى edit type، عمل duplicate okay ثم okay أو edit، من ثم التغيير إلى 0.30 ثم okay. نقوم بالرسم من هنا إلى هنا، أو يمكن عمل كانسل. يمكن بعد نقوم بالدخول إلى هنا واختيار أو إيدي تايب، نقوم بتقليل السماكة إلى 0.20 ثم أوكي أبلاي أوكي. نقوم بتغيير السنتر لاين والسنتر لاين إلى finish face exterior هكذا، عفوا interior finish face interior من هنا هكذا، right click cancel، وأيضا الرسم من هنا right click exterior من هنا إلى هنا right click cancel. بعد ذلك من هنا اختيار interior من هنا لأعلى هكذا، من هنا أيضا إلى هنا right click cancel، أيضا من هنا نقوم باختيار exterior، أيضا من هنا إلى هنا ثم right click cancel. بعد ذلك نقوم بعمل pick lines، من ثم تحديد هذا، يمكن تحديد هذا الخط، من ثم لفت كليك عليه تم تحويله إلى حائط. نقوم بعمل عملية الشنفر من هنا إلى هنا، أيضا من هنا إلى هنا. بعد ذلك نقوم ب
الرجوع إلى هنا لعمل الحوائط الرئيسية. قم بالذهاب إلى الاركتكتشر تاب من ثم وول بارتفاع 3 متر و20 أو 3 متر و20، ومن ثم edit type duplicate by is ثم اوكي. نقوم بعمل edit تغيير السماكة إلى 0.30، اوكي. ثم التغيير هنا إلى center line، نقوم بالرسم من هنا من أعلى إلى هنا مسافة 6 متر و20 هكذا. إلى أعلى أيضا إلى هنا، رايت كليك كانسل. نقوم بتحديد هذا الحائط من ثم تحريكه بموف إلى هنا، كنترول زد، يمكن عمل كنترول زد مرة أخرى. نقوم برسم وول من جديد، من هنا إلى هنا، ثم نقوم بالذهاب إلى modify trim هذا الحائط مع هذا الحائط وهذا مع هذا، ثم right click cancel. نقوم بزيادة طول هذا الحائط إلى أعلى هنا، وأيضا من هنا إلى أعلى. بعد ذلك نقوم بتحديد هذا وتغليل طوله إلى خارج العمود هكذا، وأيضا تحديد هذا ورجعه إلى خارج العمود. بعد ذلك نقوم بتحديد هذا الحائط من ثم عمل محاذاة له مع هذا الخط هكذا. رايت كليك كانسل، رايت كليك كانسل. بعد ذلك نقوم بعمل بالذهاب إلى السكند فلور وتحديد الأعمدة هذا كنترول مع هذا، عامل 4 محيطة بالسلم، ثم كنترول سي ذهاب إلى الروف فلور، كنترول في هكذا إلى الخارج، ثم تحديده يموف نضعهم في مكانهم المناسب ومكانهم الصحيح. بعد ذلك نقوم بعمل في في columns override نغير اللون إلى أسود أوكي apply أوكي. بعد ذلك VV مرة أخرى والذهاب إلى wall وعمل الشفافية 100% transparency 100% أوكي apply أوكي. سنقوم بحل إشكالية اللون الأسود للعامل هنا لاحقا. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى السكند فلور من ثم ولحل الإشكالية هنا عدم ظهور النوافذ، نقوم بالذهاب إلى الفيرست فلور ورؤية الفيو رينج في الفيو رينج على مستوى 1.80 متر. نقوم بالذهاب إلى السكند فلور وأيضا ضبط الفيو رينج له على مستوى 1.80 متر. أبلاي، سوف تلاحظون ظهور تفاصيل نوافذ الحمامات والسلم هكذا. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى الروف فلور من ثم عمل فيو رينج أيضا 1.80 متر. أبلاي
أوكي، من ثم الذهاب إلى السكند فلور وتحديد هذه النافذة، من ثم create similar، ثم الذهاب إلى الروف فلور، من ثم الذهاب إلى architecture windows. سنجد النافذة الأخيرة، سنقوم بوضعها هكذا، ثم right click cancel، right click cancel، نذهب إلى السكند فلور وتحديد هذا، من ثم create similar، من ثم نذهب إلى الروف فلور. بعد ذلك نقوم بذهاب إلى architecture، من ثم دور، من ثم وضعه. يجب عمل كدفة 10 سنت هكذا، رايت كليك كانسل، رايت كليك كانسل. سنقوم بتغييره إلى دور 2، من ثم عمل تاج أيضا لي من النتيد، نقوم بعمل تاج باي كاتيجوري هكذا من دون ليدر. من ثم التحديد إلى الخارج، اسمها W4 وهذا صحيح. الآن لنقوم بفتح الـ 3D. أولا سنقوم بتحديد الحوائط هنا هكذا، من ثم تغيير الـ Base Offset إلى 0، apply unjoin element هكذا. سنرجع إلى الروف، سنلاحظ أن الأعمدة تم حل إشكالية السوليد في البالون الأسود لها، لأن الحوائط كانت على ارتفاع من الأرض 0.50. سنقوم بعمل تحديد هذا العمود، ومن ثم join switch join order، أحدد هذا الحائط ثم العمود هكذا، ثم هذا الحائط ثم العمود هكذا، right click cancel. تم حل إشكالية اللون الأسود. أرجع إلى 3D. الآن سنقوم أيضا بحل إشكالية الحوائط هنا بتحديدها بكنترول ووضع المنسوب الصحيح لها هكذا، منسوبة بدلا من 0.50 نجعله 0، ثم apply. بعد ذلك سنقوم بعمل روف إلى بالنسبة لي بير سيلينج، وذلك من روف فلور. نقوم بعمل روف، وذلك من architecture، من ثم روف، لفت كليك عليه، من ثم التحديد. يمكن عمل overhang لمدى الروف من جميع الأطراف بقيمة 0.30 سنت. سيتم عمل الروف امتداد له هكذا 30 سنت من جميع الجوانب، من ثم define slope، ثم نعمل علامة صح هنا extend to wall core، من ثم نقوم بتحديد الروف ب من هنا ب rectangle من هنا إلى هنا، ومن ثم يمكن عمل فينيش ديت مود لرؤية الشكل هكذا، من ثم yes، من ثم delete instance هكذا. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى 3D لنقوم بجعل الـ base offset 3 متر و20 على حسب ارتفاع الطابق، unjoin element هكذا. لاحظ معي تم عمل الروف. وللتحكم في زوايا الميلان نقوم بعمل edit footprint، ومن ثم ضغط على هذا المثلث، أولا تحديد الـ edge، ومن ثم التحكم في زاوية الميلان، عملها 10 سنت، لفت كليك في الخارج، وهنا أيضا على هذا الإيدج عمل الزاوية
10 درجات، من ثم تدوير تحديد هذا عمل الزاوية 10 سم، من ثم التدوير أيضا، إلى الجهة الأخرى، هكذا. من الفي كيوب تحديد هذا الايدج، من ثم عمل زاوية الميلان 10 درجات، ثم التكليك في الخارج. يمكن تحديد مرة أخرى لعمل الأوفر هانج 0.30 من هنا، وأيضا من هنا يجب عمل أيضا أوفر هانج بقيمة 0.30. بعد ذلك نقوم بعمل فينيش إيديت مود بعد تعديل زاوية الميلان هكذا. يمكن أيضا حذف، يمكن حذف زاوية الميلان هكذا بعمل إيديت. يمكن حذف أي جانب من هنا من إيديت فوت برينت، وتعني تعديل آثار القدمين فوت برينت. يمكن تعديل هذا الإيديت من ثم ديليت، وأيضا هذا من ثم ديليت، وأيضا هذا من ثم ديليت. بعد ذلك نقوم بعمل فينيش إيديت مود كونتينيو، عفوا يمكن عمل ذلك بكنترول زد زد زد. نقوم بتحديد الإيدج من ثم إزالة الميلان من هنا ديفاين سلوب، ثم تحديد هذا الإيدج ديفاين سلوب، تحديد هذا الإيدج ديفاين سلوب. نجعل الميلان من هذا الإيدج فقط، من ثم فينيش إيديت مود. لاحظ معي تم عمل الميلان من جانب واحد. لقد لاحظتم ظهور رسالة قبل أثناء عمل الروف، وقمت بعمل يس، وذلك حتى يتم عمل ارتفاع الحوائط هكذا في حالة أي عمل أتحت إلى حتى السقف، حتى إذا كان مائلا. وبعد ذلك أقوم بتدوير هكذا. يمكن حل هذه الإشكالية، وذلك من يمكن حلها هكذا، وذلك من يمكن الذهاب إلى second floor، من ثم تحديد أي حائط، من ثم right click select all instances visible in view، من ثم تقليل الارتفاع إلى 3 متر، من ثم apply هكذا. من ثم الذهاب إلى 3D، سنجد أنه تم حل الإشكالية. أما بالنسبة للأعمدة، يمكن أيضا خفضها من second floor، تحديد أي عمود، ثم right click select all instance visible in view، ومن ثم تغيير الارتفاع إلى 3 متر، ومن ثم apply. أرجع إلى 3D، لاحظ معي تم تنظيف الروف. وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة.